السلام عليكم حبابي، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ صحتكم مزيانه؟ اموركم بخير؟ نتمنى ان شاء الله انكم تكونوا باحسن الاحوال. وانتم كتشوفوا هذا الفيديو ديال اليوم، ترحب بكم معايا من جديد. كنرحب بجميع الناس اللي تيتابعوني، اللي تيدعموني وكيشجعوني بالتعليقات زوينه، كيشجعوني باللي لايك. شكرا لكم بزاف بزاف. ترحب حسب الناس اللي اول مره كيكتشفوا القناه، يدخلوا القناه ديالي بالصدفه، نقول لكم مرحبا والف مرحبا. الى عجبكم المحتوى ديال القناه، من طبيعه الحال ما تنسوش الانضمام للعائله ديالنا. ضغطوا على الزر الاحمر اسفل الفيديو، ابوني او سبسكرايب او اشتراك، وفعلوا زر الجرس هكذا باش يوصلكم دائما كل جديد الوصفات. اليوم رجعت معاكم بكيراتين خطيره البنات في ترطيب الشعر، كيراتين كيرجع الشعر رطب ومسرح ومسبسب. الا كنتو كتعانيو من الشعر اللي الاطراف ديالو يعني مشوكه، الشعر اللي كتمشطوه من القدام وكيطلع كيولي يعني مشوك، الزغبه اللي كتكون واقفه، هاد الوصفه كتعطيك واحد النتيجه الروعه الروعه الروعه. وجربوها وغادي نتوما تحكموا على النتيجه ديالها. كتعطي ترطيب البنات، ترطيب. اي حاجه مجرباها وكتكون زوينه كنبارطاجيها معاكم، كيف ما شاركت معاكم الفيديوهات اللي من قبل ديال الصابون ديال المنجل. يعني تقريبا واحد قريب 2 اسابيع فاش كنت حطيت لكم الفيديو الاول ديال الصابون ديال المنجل ديال يعني كيراتين للشعر، فصراحه لقى نجاح كبير الحمد لله. اليوم درت هذا الفيديو غنشارك معكم هذه الوصفه اللي حتى هي كتعطي نتيجه، ولكن بغيت نجاوب على بعض التعليقات، وتابعوا معايا الفيديو حتى الاخير لاني غنجاوبكم على بعض التعليقات اللي كنتو خليتوهم ليا. وما تنسونيش احبابي من اللايكات ديالكم، من التشجيعات ديالكم، من التعليقات ديالكم، وايضا دعموني باللايكات، لان باللايكات هو باش كتشجعوني باش كتدعموني. ويلا باش ما نطولش عليكم مقدمه بزاف، تيبان لي اني طولت عليكم. غادي نبداو ان شاء الله في الفيديو ديالنا او الوصفه ديالنا. غادي نحتاجوا فيها الصابون ديال المنجل، هذا البنات الصابون ديال المنجل. بالنسبه للبنات اللي في الدول العربيه، ممكن تقريت التعليقات او لي كومونتير، تنشوف يعني بزاف كيسولوني الصابون ديال المنجل يعني في الدول العربيه، شنو هو النوع ديال هذا الصابون في الدول العربيه. فصراحه انا ما كنتش يعني ما عارفاش يعني واش كاين هذا الصابون يعني في الدول العربيه ولا لا، ولكن تلقى بعض الاجابات يعني بعض الردود في التعليقات على انه الاسم ديالو الصابون الصامت او لا صابون الطرف. المهم هاد الوصفه هذه كنت حطيتها لكم على القناه، قلت لكم تقريبا دابا قريب على 2 ديال الاسابيع. صراحه كنت لاول مره كنحط هاد الوصفه على اليوتيوب، والحمد لله نالت اعجاب العديد من المتتبعات، وحتى يعني ناس اخرين يعني في هذا الميدان هذا ديال اليوتيوب اللي عاودوا حطوا هاد الوصفات هادو اللي شاركت معكم ديال الصابون ديال المنجل. ولكن بغيت نقول لكم واحد القضيه هنا، ما ديروش الصابون ديال الكف، ما ديروش الصابون ديال الكف، ديروا الصابون ديال المنجل، هذا ديال الحجره هو اللي كيعطي نتيجه زوينه، هو اللي جربته انا صراحه كيعطي نتيجه هائله. اما الاخر ما جربتوش يعني ما نقدرش نقول لكم واش مزيان ولا لا، ولكن هذا هو اللي مزيان. تاخذوا الصابون تتحكوا واحد الكميه هكذا تقريبا واحد 4 المعالق، وتنخلي 4 المعالق كبار وكنخليهم على جانب. غادي ندوزوا دابا المكون الثاني، هو حب الرشاد او الثفاء. حب الرشاد كيف ما كتعرفوا انه تيطول الشعر، عنده فوائد كثيره بالنسبه للشعر، ترطب الشعر، زوين بزاف للشعر ديالنا. غادي نديروا 2 معالق كبار ديال حب الرشاد، ونضيفوا عليهم كاس كبير ديال الماء، وغنديرهم على النار متوسطه، نخليهم حتى كيغلي لينا داك الحب الرشاد وكيطلق لينا داك الجيل ديالو. هانتوما كي كتشوفوا معايا دابا رجعت معاكم، هو مازال سخون يعني هذا الخليط، كيطلق داك حب الرشاد داك الجيل ديالو كيف ما كتشوفوا معايا هنا في الفيديو. ومن بعد عاد باش غادي يبرد، عاد باش غندوزو ان شاء الله المراحل الثانيه، ولكن يعني قبل ما يبرد غنضيفوا ليه الصابون اللي حكيناه. ضروري الصابون تنضيفوه على هذا الخليط وهو سخون، ما كتخليوش حتى كيبرد. غنديروا ليه غنديروا هذا الصابون هذا، هانتوما كيف كتشوفوا معايا تقريبا واحد 4 المعالق كبار، هانتوما 2، المهم تقريبا 4 المعالق هكذا كبارين، كتحكوا غير يعني في الحكاكه كتكون رقيقه باش هكذا دغيا يذوب لكم مع هذا الخليط وهو سخون. المهم غير شويه الصابون ما تكتروش بزاف،
مقياس واحد ربعة المعالق كبار. صافي غنخلطهم هنايا مزيان، ونخلي هاد الصابون حتى يدوب ليا تقريبا واحد 10 دقائق في هاد الخليط، نخليه على جانب. ومن بعد ان شاء الله غنرجع معكم باش تشوفوا معايا يعني باقي تتم التحضير هاد الوصفه. بالنسبه لهاد الوصفه جربتها كتعطي نتيجه هائله هائله، وكيف ما كتعرفوا ان حب الرشاد زوين بزاف للشعر، تيرطب الشعر. وبالنسبه للصابون هذا ديال المجل غير يعني بين قوسين فقط، كيف ما كتعرفوا انه زوين، يعني راه هو راه زوين كينظف الفروه ديال الراس، تيقتل البكتيريا. بالنسبه للناس اللي عندهم ديك كيبقاو يحكوا بزاف الراس ديالهم وكيوليو عندهم ديك القشور يعني في الراس ديالهم، كتكون عندهم بحال الحساسيه او الحكه، هذا الصابون راه ما كيخليش الفروه ديال الراس فيها شي حاجه بحال البكتيريا بحال الحبوب اللي كيكونوا في الفروه ديال الراس او اي حاجه ما كتبقاش. بالنسبه للصابون راه تيرطب الناس، كيرطب الشعر، راه زوين. يعني شحال هذه في زمان كانوا كيغسلوا به بزاف، كانوا غسلوا به شعرهم، وشعرهم تبارك الله كان زوين. حتى شوفوا على الحويجات ديال الطربيات تيصبنوهم بهذا الصابون هذا ديال المنجل، تيصبنوهم تيبقاو رطب، كيبقاو رطبين. وحتى يعني الطربيات اللي كيكون فيهم مثلا الحبوب في الحمام ولا شي حاجه، تيقول لك ديري ليه الصابون ديال الوليد والبنيه، الصابون ديال الحجره، ما كيخليش يعني الحبوب ولا شي حاجه ما تيخليهاش بتاتا، لانه زوين بزاف كيف ما كتعرفوا انه كيقتل لي بكتيري، زوين. فبالنسبه للشعر ما تخافوش منه بتاتا. هنا في الخلاط الكهربائي درت هذاك الخليط ديال الصابون مع حب الرشاد، وضفت ملعقه كبيره ديال زيت الزيتون، طحنتهم في الخلاط الكهربائي حتى تحصلت على خليط بهذا الشكل. يعني كطحنوهم مزيان مزيان، طحنوا وتعاودوا حتى داك الخليط تيولي بهذا الشكل هذا. ها نتوما شوفوا معايا كيفاش ولا. دابا غادي ندوزو باش غادي نصفيوهم، تتاخدو شي ليبا اولا شي زيف ديال النيلو، المهم اي حاجه غادي تصفي لكم غادي تستعنوا بها، غير ما ديروش الصفايه لان ما غاديش تدوز لكم هذا الشيء، خاصو يتعصر، لانه خاصو باش يتعصر خاصكم تعصروه مزيان هكا باش داك الجيل كامل يهبط. صافي هذه هي الكميه انا اللي درت، غادي نصفيها كامله هنايا في مره واحده هانتوما بهذا الشكل هذا. وشويه هذا يعني خصو ما كيبغيش يعني دغيا يتصفى، ضروري ما تصفيو يعني تفورسيو عليه باش تصفيو. هانتوما كي كتشوفوا معايا، لكن هاد الجيل البنات اللي تيخرج من حب الرشاد واعر البنات للشعر وخطير في الترطيب ديال الشعر. وهاد الوصفه يعني متكامله كتعطي واحد النتيجه هائله في الترطيب، شي حاجه اللي كنجربها كنبغي نقاسمها معاكم حتى نتوما ديروها. صافي هذا هو الجيل اللي تحصلت عليه، فانا قطعت هنايا التصوير ورجعت معاكم بعد ما كملت هذيك الكميه اللي عندي. هذا هو الخليط اللي تحصلت عليه، هانتوما كي كتشوفوا معايا كيجي بهذا الشكل هذا، كيجي هكذا. البنات اللي بغات تضاعف الكميه ديال هاد المكونات ممكن باش هكا تعطيك كميه اكثر الا كان شعرك طويل وقوي، فانا شعري قصير درت هاد الكميه هادي. عندنا هنايا ويلا اولا البلسم، هادي راه معروفه كتباع في الحانوت اولا عند البقال، كدير درهم ونص، معروفه هاد ويلا، هي بلسم تنستعملوه بعد الشامبو، بلسم كيرطب الشعر اللي كيكون تيتخبل اللي كيكون متشابك، المهم زوينه يعني كترطب الشعر بعد الشامبو. فغادي نستعملها هنايا، وجربت هاد الوصفه كيف ما قلت لكم جربتها عطاتني نتيجه زوينه، كنستعملوا ساشية وحدة. بالنسبة للبنات اللي في الدول العربية او المتتبعات اللي في الدول العربية، المكون هذا اللي اضفت يعني اخيرا هو بلسم، يعني بلسم عندنا في المغرب يباع على شكل يعني ساشي، بلسم كنستعملوه بعد الشامبو، ممكن تعوضوه يعني باي بلسم كتستخدموه يعني بعد الشامبو ديالكم، تستخدموا منه واحد الملعقه كبيره حتى ملعقتين كبار من البلسم، تضيفوهم لهاد الخليط هذا. صافي دابا غادي نخلطوا هاد المكونات، ها نتوما كي كتشوفوا معايا، والريحه ديالو يا سلام، الريحه ديال ديك البلسم بالاعشاب الطبيعيه زوينه بزاف، غنيه بالفيتامين او، يعني شي حاجه اللي زوينه كتعطي الترطيب. هاد الوصفه كتخلي واحد الريحه غزاله في الشعر، يعني زوينه بزاف.
بالنسبة لطريقة استعمال هذه الوصفة، كتطبقوها على الشعر ديالكم من قبل مشطي شعرك مزيان وسرحيه مزيان، وطبقي عليه الوصفة خصلة بخصلة من الجذور حتى الأطراف ديال الشعر. غادي تخلي الشعر ديالك لمدة ديال نص ساعة، يعني نص ساعة ديال المكانة، ومن بعد تغسلي الشعر ديالك عادي. ممكن ديرو شامبوان ورا هاد الوصفة، وممكن ما ديروش شامبوان. هاد الوصفة هي اصلا كترطب، كتنقي الشعر من زعما الا كان شعرك موسخ ولا شي حاجة كتنقيه. مهم زوينة والروعة، وشي حاجة اللي غادي نجربوها ان شاء الله، غادي تشكروني عليها. شي حاجة زوينة وغير ديروها بعينكم غامضين، غتعطيكم نتيجة ولا اروع. نتمنى ان شاء الله ان الوصفة دي ديال اليوم تنال اعجابكم. ديروها مرة في الاسبوع، مع دابا راه الفصل ديال جاي الفصل يعني ديال البرد، رحنا داخلين فيه دابا واخا كاينه الشميشه. ديروها مره في الاسبوع، غتعطيكم نتيجه زوينه بزاف. ممكن يعني تبقاو دائما. المهم ما تنساوش تخليو ليا في التعليقات كيف جاتكم الوصفه ديال اليوم، شجعوني بالتعليقات ديالكم، بلي لايك بارتاج. شكرا لكم على المتابعه. اللي بغات تسولني على شي حاجه مرحبا، تخليها لي في التعليقات ان شاء الله نجاوبها. شكرا لكم بزاف بزاف، نتلاقاو ان شاء الله مع فيديو جديد، وفي امان الله.